بسم الله. دي الفوائد اللي هتعود على كل طرف من اطراف المشروع. يعني المالك بالنسبه له اهم حاجه ان هو يقلل التكلفه، لان التكلفه لو زادت ممكن الارباح ما تقدرش تغطي التكلفه. المهم بالنسبه له ان الوقت يكون قليل، لان الوقت لو زاد معناه فلوس، معناه ايجار، معناه مرتبات، فهو محتاج ان الوقت ما يزيدش عن المخطط ليه. يعني لو انت قلت لي انا استخدمت البيم بس هنضطر بدل ما نستخدم 5 شهور هنستخدم 6 7 شهور، لا مش عايزه. انا عايز اهم حاجه ان انا اوفر الوقت، والحمد لله البيم بيعمل دوت. عايز يبقى عارف المشروع في انهي مرحله ويبقى عنده معلومات وتخيل كامل لكل حاجه في المشروع. عايز يزود الريتنج بتاع السستينابيلتي، يعني بدل ما ياخد شهاده من الليد مثلا فضيه، لا عايزها ذهبيه، عايزها بلاتينيوم، لان ده بيخلي الناس تيجي للمبنى بتاعه يقدر يبيعه بسعر اعلى. كل ما يبقى المبنى صديق للبيئه اكتر كل ما سعره بيرتفع اكتر. عايز يبقى فيه فاسيلتي مانجمنت قوي، وده بيتحقق من خلال البيم، سواء السستينابيلتي او الفاسيلتي مانجمنت. الديزاين بالنسبه له عايز يعمل التصميم بسرعه، وعايز اي تعديل يتعمل على طول، ولما يعدل في البلان يتعدل في السكشن بحيث ان هو يوفر وقت ويبقى سهل جدا ان هو يعمل فيزواليزيشن. اي نعم البيم مش من برامج فيزواليزيشن، او هو الفكره بتاعته مش بتركز على الموضوع دوت، بس حاليا كل برامج البيم تقريبا بتطلع فيزواليزيشن كويس قريب من 3 دي ماكس، بالاضافه ان الفي ري دلوقتي بقى موجود جوه الريفت، سهل ان هو يعمل مقارنه بين الاقسام المختلفه، يقدر يعمل ريوز للديجيتال ديزاين. بالنسبة للكونتراكتور عايز بالنسبة له مهم جدا موضوع الكواليتي، موضوع انه يحسن البلاننج، وان هو يمشي على الجدول الزمني، وان هو يقلل الحوادث اللي هتحصل، وان هو يعمل سيفتي بلاننج، ان هو يزود قدرة مدير المشروع على ادارة المشروع. ان ده بالنسبة له يبقى انت كده استفدت، هو استفاد كتير جدا من موضوع البن. بالنسبة للمصنع بالنسبة له مهم جدا ان هو يقدر يطلع معلومات كويسة يوديها لمكنة سي ان سي، ويقدر يعمل هاند اوفر افضل ويبقى عنده المعلومات. دلوقتي اصبح في برامج متخصصة بتاخد المعلومات من برامج البيم وتروح موديها تعمل لها تقطيع في قلب المصنع، وكل جزء بليه رقم تدخله على المكنه سي ان سي تطلع لك جاهزه. فلما بتعمل الحاجات دي في قلب المصنع اسهل بكتير ما تعمله في الموقع، لان الموقع مبقاش المكان مجهز لكده، فممكن تحصل حوادث. انما في المصنع معروف هنا بتقطع، هنا بتعمل كذا، هنا بتعمل كذا، سر انتاج، فده بيقلل الحوادث. فدي بعض المزايا اللي بتعود علينا من خلال